تراثنا غني والغني يالله، وموروثنا ما به إلا كل ذراب وسنع، ولرمستنا معاني ولمثالنا دلايل. واللي أبغي أخبركم عنه أن بين الماضي والحاضر هناك الكثير من المفردات القديمة اللي توارثناها من أجدادنا، بنستحضرها وبنعيد ذكرياتها الجميلة. في برنامج بنشتك بنعزز الموروث الثقافي والهوية الوطنية، تعالوا بنتنشد عنها. بنشتك عن الأرطة، شو الأرطة؟ الأرطة؟ الأرطة 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 الأرطة. حط لي في جملة، حط لي في جملة. أنا أروح أدور حد يقول شو الأرطة، شو الجواب، أدور الجواب. أنا أسمع فيها بس شفتها وكلتها ما يقدر يا أرطة شيء عدانا، يمكن مني منك طالع. لا الجو زين الحمد لله، طالع الجو زين وايد حلو الجو. أرطة؟ عيد؟ الأرطة. والله ما أدري. لا تستسلمين، الجائزة لازم أعطيك إياها. شو الأرطة صدق؟ الأرطة نفس الحمام هكذا يعني. الأرطة نفس الحمام ها؟ حمامة؟ والله ما راجل؟ والله ما أعرف صراحة. زين لمح لي شوية. الأرطة الأرطة يعني في البيت، في الصالة، في الممر يمكن. سيراميك. سيراميك. الأرطة هو السيراميك؟ صمم الديكور أنت؟ لا. مقاولات الأخت؟ لا. ها؟ إعلامية مستقبلا. لمح لنا شيء. الأرطة حرف الجيم، سيارة داخل الجيم، سيارة الجامبينات. الأرطة هي جامبينات؟ جامبينات؟ جامبينات كينج؟ ما عم تقول لي بالسيارة. الأرطة يلا مجسم جماد. شو هي؟ قرب قرب. هي جماد يعني؟ شو هي جماد؟ هي هي شو؟ شو الأرطة؟ الأرطة كشك. كشك ها؟ شو يبيع؟ ما كشك. غير السؤال يعني، حط أي شيء في بالك خطر قوله. شيء في المطبخ، شيء في البيت. طاولة. الأرطة الطاولة؟ ها نعم. شو لونها؟ أبيض. والله اني اول مره اسمعها الأرطة. والله معالة الأرطة نبته، نبته نبته في البر. والله هي نعم. الف مبروك بالفعل، ربحت معانا جائزه 500 درهم كاش مقدمه من قناه سم دبي. بالفعل الأرطة هي نبته في البر تطلع. التراث الاماراتي كنز ينبض بالعراقه والحضاره، وهناك العديد من الكنوز اللي بنحييها وياكم كل يوم. ما عليكم الا تتريوننا في مال الله.